وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم. وكانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه بتفويض من الرئيس الأمريكي حيتم أيضا يعني تقديم أسلحة ومعدات يعني جديدة إلى أوكرانيا بقيمة تصل ل 50 مليون دولار، طبعا إلى جانب 770 مليون دولار من المساعدات الإضافية، كلها مساعدات أمنية تصل إلى المليارات، أكثر من 6 مليار دولار حتى الآن. حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عما قاله وزير الخارجية الأمريكي. بالفعل شادي، وزير الخارجية الأمريكي اليوم صرح بأن المساعدات التي قدمت إلى أوكرانيا يعني ربما تقترب من حاجز 7 مليارات دولار على مدار الفترة الماضية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية. بالتأكيد الولايات المتحدة على مدار الفترة الأخيرة صعدت من نوعية الأسلحة المقدمة للجانب الأوكراني، نتحدث عن أنظمة صواريخ جديدة قدمت من ضمن المساعدات العسكرية الأخيرة، تلك المنظومة الخاصة من الصواريخ الأرض جو، هي منظومة متخصصة في الدفاع عن البيت الأبيض وأيضا مقر الكونغرس الأمريكي، سيتم استخدامها الآن على الأراضي الأوكرانية لصالح الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي، ويعتبر ذلك تصعيد في حدة المساعدات التي ترسلها الولايات المتحدة لأوكرانيا. على مدار الشهور الماضية كانت الولايات المتحدة ترسل أسلحة من نوعيات اعتاد عليها الجيش الأوكراني قبل العمليات العسكرية الروسية عليه، ومعدات أيضا من الجانب الأوروبي متعلقة بالحقبة السوفيتية، لأن نتحدث عن أن هناك معدات جديدة ومتطورة يتم إرسالها للجيش الأوكراني. ويعني ذكر البنتاغون الأمريكي أيضا أنه على مدار الفترة الماضية تم تدريب العشرات من الجنود الأوكرانيين على منظومات الأسلحة الجديدة حتى يستطيعوا استخدامها للدفاع عن أراضيهم. طيب كريم، يعني خبر نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية يتحدث عن أن الإدارة الأمريكية قدمت اقتراح يرجح فتح الباب للتنقيب يعني أو أمام إصدار عقود إيجار نفطية جديدة في المياه البحرية لخليج المكسيك، وبالتالي طبعا يعني سيكون هناك تنقيب عن الوقود في الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية. الهدف من هذا القرار يعني كما أفادت الصحيفة أو هذا الاقتراح، الهدف منه يعني إرضاء المستهلكين الذين يشكون من ارتفاع أسعار البنزين وزيادة التضخم، ولكن في مقابل ذلك هناك استياء وهناك انتقادات من الناشطين في مجال المناخ والمطالبين للإدارة الأمريكية بالالتزام بتعهداتها يعني بوقف التنقيب عن النفط داخل الأراضي الفيدرالية، وأيضا القائمين على صناعة النفط اللي بيطالبوا بأنه يكون هناك حلول أخرى. كيف ستتعامل يعني الإدارة الأمريكية مع الرافضين وفي نفس الوقت ترضي المستائين من ارتفاع الأسعار؟ ريهام، هذا الخبر متعلق باتفاقية باريس للمناخ والتي تمت عام 2015 وانسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب وانضم إليها مرة أخرى الرئيس الحالي جو بايدن. جو بايدن مع بداية عهده ذكر بأنه يتطلع بالتعاون مع الحلفاء في الجانب الأوروبي لعودة البنود الخاصة باتفاقية باريس للمناخ للحد من الإنتاج النفطي والوقود الصخري والاتجاه ل يعني سبل توليد الطاقة بشكل أكثر نظافة للبيئة وأكثر حماية للبيئة من خلال الطاقة المتجددة والنظيفة. نتحدث الآن على أن الضغط الشعبوي والسخط الشعبوي على إدارة جو بايدن تدفعه لاتخاذ قرارات متعلقة بزيادة ضخ إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تم اتخاذ هذا القرار المتعلق بزيادة عقود الإيجار الخاصة بالتنقيب عن النفط في خليج المكسيك لزيادة الإنتاج. على مدار الفترة الماضية كان جو بايدن يحث دول منظمة أوبك بلس على زيادة إنتاجها، وهو ما حدث بالفعل على مدار شهري يوليو وأغسطس بعد أن أقرت المؤسسة زيادة إنتاجها من النفط خلال الشهرين. أيضا من جهة أخرى اجتمع بايدن مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في قطاع النفط في الولايات المتحدة في البيت الأبيض لحثهم على زيادة إنتاجهم، وهو الآن يتخذ قرارا متعلقا بزيادة يعني الرقعة الخاصة بالتنقيب عن النفط، وهو منافي للبنود الخاصة بالحفاظ على البيئة والمناخ والهدف الأساسي لوصول الولايات المتحدة عام 2030 للحد من يعني الانبعاثات الغازية الحرارية، وبالتالي
جو بايدن يحاول تفادي السخط الشعبوي والمجتمعي قبيل الانتخابات المقبله في نوفمبر الخاصه بالتجديد النصفي للكونغرس الامريكي وحتى وصولا الى عام 2024 في الانتخابات الرئاسيه. الولايات المتحده وكوريا الجنوبيه يعني تبحثان تحديد سقف لسعر النفط الروسي، يعني ما مدى انخراط الولايات المتحده مع الدول التي تستورد النفط الروسي في هذا الموضوع، في فكره تحديد سقف لسعر النفط الروسي؟ بالتأكيد شادي، تحاول الولايات المتحدة الحد من المكاسب التي تحققها روسيا عن طريق بيع نفطها في الخارج، خارج المنظومة الخاصة بالدول الغربية التي أقدمت على فرض عقوبات على روسيا حقيقة عواقبها طالت الدول الغربية نفسها. يعني نتحدث عن أن الصين واليابان وكوريا يعني والهند أيضا تلك الدول تستورد بمقدار كبير من روسيا على مدار الفترة الماضية، لذا تحاول الولايات المتحدة حث تلك الدول على تقليل استخدامهم أو تقليل يعني شرائهم للنفط الروسي، وإن لم تنجح فتحاول حثهم على وضع سقف للأسعار الخاصة بالنفط الروسي لأنه بالتأكيد أقل من السعر العالمي بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا على مدار الفترة الماضية. الهدف الرئيسي من ذلك هو تجديد الاقتصاد الروسي أكبر خسائر ممكنة ومنعه من تحقيق مكاسب من بيع النفط الروسي، وبالتالي تمويل الآلية العسكرية الروسية والتي ستؤدي لإطالة أمد الحرب أو إطالة أمد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. لذا الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الحالية تحاول من تلك الجبهة التأثير على الوضع الاقتصادي الروسي على مدار الفترة الحالية، ليس فقط هذا بل أيضا على مدار فترات طويلة قادمة. هناك تعاون بين عدد من الوزارات في الإدارة الأمريكية، إن كانت وزارة العدل بملاحقة المتعاونين مع الجانب الروسي في القارة الأوروبية وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محاولات من وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات أكبر و يعني وضع عراقيل على الاستثمار الروسي أو الاقتصاد الروسي بشتى الطرق. الهدف الرئيسي كما ذكرت هو تقويض الآلية العسكرية الروسية من خلال التأثير على الاقتصاد الروسي بشكل مباشر، ويعني بعد تجنيد أكثر من 330 مليار دولار من الممتلكات الروسية في العالم ومنع روسيا من سداد ديونها بالدولار بعملة الدولار بسبب يعني العقوبات التي فرضت عليها، كل ذلك يعد حصارا اقتصاديا غربيا من الجبهة الغربية المتمثلة في حلف شمال الأطلسي الناتو وأيضا مجموعة الجي 7 على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك كريم يسري مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن.